دور الجهات أهمية اللامركزية والحكامة الجيدة في تحقيق التنمية شكلت محور المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مع رئيسة إقليم بواتو شاغوند سيغونين غويال التي تجري زيارة للمغرب في إطار الملتقى العالمي الرابع للمدن والحكومات المحلية المتحدة. كان اللقاء وديا مهما مع رئيس الحكومة المغربية من خلال تبادل الرؤى حول التحديات والأولويات الراهنة وحول دور الجهات واللامركزية بالإضافة إلى التشاور حول موضوع الحكامة. لقد تبادلنا وجهات النظر حول هذه القضايا بشكل جيد. Je viens là aussi pour les régions sur la décentralisation. Voilà, donc une réflexion aussi sur la gouvernance. Donc nous avons échangé sur ces différents points de vue de façon très cordiale et très agréable. وفي حديثها للصحافة أشارت السيدة سيغونين غويال إلى أبرز التحديات التي تواجهها الجهات في المرحلة الراهنة ومن بينها الحد من ظاهرة البطالة والمبادرة الرامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذلك التغيرات البيئية فضلا عن موضوع الديمقراطية ودورها في تمكين المواطنين من المساهمة في اتخاذ القرارات.